بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 78 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله حامد من مصر. الأخ عبد الله يقول في أحد أسئلته: مقر عملي يبعد عن منزلي قرابة 50 كيلومتر، فهل يجوز لي القصر؟ وإن كان لا يجوز، فما حكم الصلوات التي صليتها قصرا وهي كثيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في أسفاره من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها. فقصر الصلاة في السفر سنة ثابتة ورخصة من الله سبحانه وتعالى، تصدق بها على عباده تخفيفا عنهم ورحمة بهم. والعلماء رحمهم الله قدروا المسافة بتقديرات اجتهادية، والمفتى به في هذه البلاد أن مسافة القصر ما بلغ مسيرة يومين قاصدين بسير الرواحل، وتحديده بالكيلوات 80 كيلو تقريبا. فما بلغ من السفر هذه المسافة فأكثر فإنه تقصر فيه الصلاة، وما نقص عنها فإنها لا تقصر فيه الصلاة لأنه لا يسمى سفرا. وبناء على ذلك، فما ذكره السائل من أنه كان يقصر الصلاة مسافة 50 كيلو، فهذا خطأ منه. كان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل هذا العمل. أما وقد حصل منه ذلك وكثرت الصلوات، فالذي نوصي به أن لا يعمل هذا في المستقبل. طيب. وأما ما مضى فيعفو الله عنه، وذلك لأن المسألة كما ذكرنا فيها خلاف بين أهل العلم. طيب. وهو قد عمل هذا عن جهل منه، وكثرت الصلوات جدا. نعم. ما يصعب عليه إعادتها، فالذي نراه أن يعمل بهذا في المستقبل، لأن لا يقصر إلا في مسافة 80 كيلو فأكثر. وأما ما مضى فنرجو أن الله يعفو عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تعرضت لألم في الضرس خلال نهار رمضان مما استدعى ذهابي إلى المستشفى، وقام الطبيب المعالج بحشو الضرس، وقبل الحشو أشار إلى ضرورة إعطاء إبرة بنج لتخفيف الألم، فقام بإعطاء الإبرة، فهل صومي صحيح علما بأنه لم يخرج في حينها مني دم؟ صومك صحيح إن شاء الله، وعلاج الضرس أو خلعه أو عمل إبرة فيه لتخديره وتخفيف الألم، كل هذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنك لم تبتلع شيئا من المواد متعمدا. أما دمت متحفظا ولم يصل إلى حلقك شيء من المواد الدوائية، فصيامك صحيح إن شاء الله، ولا بأس على الصائم إذا عالج الضرس أو خلعه، وحتى لو خرج منه دم فإن هذا لا يؤثر على الصيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع علي متولي بعث يسأل ويقول: أعمل في مخزن مما يستوجب بقائي حفاظا على الموجودات، واضطر للصلاة في مقر عملي، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان الأمر يستدعي حضورك لحراسة المخزن فلك الرخصة في أن تصلي في مكان عملك، لأن المستحفظ على شيء لو ذهب عنه للصلاة خشيا أن يضيع هذا الشيء أو يسرق، هذا مما يسبب الرخصة للحارس أن يصلي في مكان عمله حفاظا على هذا العمل المستحفظ عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن وقت صلاة الليل.
وقت صلاة الليل يبدأ من غروب الشمس، كله يسمى صلاة الليل. فلو صلى بعد المغرب إلى صلاة العشاء كل هذا يعتبر من صلاة الليل، وكذلك لو صلى بعد العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا يعتبر من صلاة الليل، إلا أنه كلما تأخر القيام إلى آخر الليل أو إلى جوف الليل يكون أفضل. كلما تأخر قيام الليل إلى آخر الليل، إلى الثلث الأخير من الليل، فإن هذا يكون أفضل. وكذلك في جوف الليل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود عليه السلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا هو أفضل القيام في الليل، ولأنه وقت النزول الإلهي. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا وقت فاضل، ينبغي للمسلم أن يؤخر قيامه من الليل إلى هذا الوقت ليكون أدعى للإجابة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تعرضت لجرح وأشار الطبيب إلى ضرورة أن لا يصل الماء إلى هذا الجرح، وعند الوضوء أبعد الماء حتى لا يصل إليه، فهل وضوءي صحيح؟ وضوءك صحيح، ولكن الجرح هذا إذا كان عليه غطاء، إذا كان عليه ضماد أو جبيرة مشدودة عليه، فإن الواجب أن تمسح عليه إذا كان في أعضاء الوضوء، أن تمسح عليه، تغسل الصحيح من العضو وتمسح على الجريح، يعني على غطاء الجريح، ويكفي هذا عن غسل ما تحته. أما إذا كان هذا الجرح ليس عليه غطاء فإنك لا تقرب إليه الماء كما قال لك الطبيب، ولكن تتيمم إذا فرغت من الوضوء وأردت الصلاة فإنك تتيمم عن محل الجرح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جدة رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم ألف أم عبد الله، أختنا لها رسالة طويلة وقضية أطول. القضية: أنها عاشت مع زوج لها 55 عاما، وبعد هذه المدة الطويلة تغير الرجل وأصبح يشتمها ويشتم أولادها ويطردهم من البيت، حتى إن له ابنا في 13 من عمره يدرس، منعه من الدراسة وبدأ ينسب إليه أقوالا وأفعالا ليست منه، وحينئذ ضاقت بها الحياة وبدأت تشتكي شيخ صالح، وترجو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. هذه مشكلة، ويظهر مما ذكرته السائلة أن هذا الرجل قد أصيب في فكره وعقله إما بمرض وإما بمؤثر أثر عليه. على كل حال ما عليها إلا الصبر والاحتساب وعلاج الأمور بالتي هي أحسن، ولعل هذا العارض الذي عرض لهذا الزوج أن يزول إن شاء الله، ما دام أنه في أول حياته الزوجية كان مستقيما معها ولهذه المدة الطويلة، فيعتبر هذا المذكور عارضا يرجى أن يزول، وعليها بالصبر والاحتساب. وإذا كان الرجل يتعاطى شيئا من المواد التي أثرت عليه فعليها أن تنصحه وأن تحذره من ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديها ويكون لها الأجر في هذا. الله المستعان. ماذا عن العبادة شيخ صالح؟ تذكر أن الرجل تغير حتى في أمور العبادة، في الصلاة في الصيام. كذلك عليها مناصحته، الله المستعان، وأمره بالصلاة وأمره بالصيام، لعل الله أن يهديه، وإن كان ذلك لخلل في عقله فلا شك أن من أصيب بخلل في عقله فإنه مرفوع عنه القلم. إذا كان بلغ إلى حد زوال الإدراك، هذا مرفوع عنه القلم. أما إذا كان إدراكه معه، تصوره معه، فهذا لا تسقط عنه العبادات، لا من صيام ولا من صلاة، ولا يجب أمره بذلك وتكرار النصيحة له حتى يهديه الله عز وجل. نعم. تقول: إنه إذا رآها تؤدي العبادة الصلاة أو الصيام يقول: أنت تكذبين في عبادتك، وحينئذ يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. لا يؤثر عليها ذلك، تؤدي عبادتها وكلامه فيها لا يؤثر عليها، وربما يكون كلامه هذا صادرا عن عدم شعور. اللهم استعان. نعم. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى قضايا أخرى عبر رسائل من المستمع حسن عباس محمد بخيت. أخونا في رسالته الأولى يقول: أنا مواطن مصري واسمي حسن عباس محمد بخيت، وأعمل في المملكة بحائل. والدي توفي ثالث يوم عيد الفطر، وأرغب في أن أعمل له عمرة وأهبها له لكي أكفر عن سيئاته، لكني أسأل كيف يكون ذلك إذ أنني قد أديت فريضة الحج في العام
العام الماضي أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت أديت العمرة عن نفسك عمرة الإسلام، أديتها مع الحج أو أديتها منفردة، فلا بأس أن تعتمر عن والدك المتوفى، ولك في ذلك الأجر لأن هذا من البر بوالدك، ويرجى أن يصل ثواب هذه العمرة إلى والدك، والذي تعمله لا يختلف عن الذي تعمله لنفسك إن شاء الله. فتعتمر عن والدك كما تعتمر لنفسك، بأن تنوي عقد الإحرام عند الميقات المعتبر لك تنويه عن والدك، وإذا تلفظت وقلت لبيك اللهم عمرة عن والدي فلا بأس بذلك، وإن لم تتلفظ ونويت ذلك في قلبك فهذا يكفي، ثم تمضي وتؤدي العمرة بطوافها وسعيها والتقصير أو الحلق من الرأس، حلقك الرأس أو التقصير منه، وتكون بهذا قد تكاملت العمرة وهي بنية أنها عن والدك، وتدعو لوالدك وتدعو لنفسك وتدعو للمسلمين في أثناء الطواف في أثناء السعي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أبو أحمد، يقول قمت بأداء فريضة الحج عام 1413 ولله الحمد، ولكني لم أستطع المبيت بالمزدلفة، وذلك لأننا تأخرنا في الطريق ومن معي، وعندما خرجت من مكة رجعت إلى محل إقامة الدوادمي ولم أطف طواف الوداع، فهل حجي صحيح مع العلم أنني لم أسافر بعد إلى بلدي الأصلي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أما قضية عدم المبيت بمزدلفة بسبب تعطلكم في الطريق، فإذا كان هذا العطال استمر إلى أن طلع الفجر ولم تتمكنوا من الذهاب إلى مزدلفة فأنتم معذورون في هذا. أما إن كنتم تمكنتم من الذهاب إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر ولكنكم تكاسلتم وبقيتم في مكانكم بحجة العطال، فإنه يلزمك بدل المبيت أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. طيب. لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والواجب إذا ترك فإنه يجبر بدم. أما عن طواف الوداع وسفرك قبل طواف الوداع إلى الدوادمي فهذا خطأ منك. طواف الوداع واجب على الحاج إذا أراد الانصراف من مكة أن يكون آخر عهده بالبيت، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب من واجبات الحج، فيجب عليك أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على فقراء الحرم جبرانا لهذا الواجب الذي تركته. فالحاج عندما يريد مغادرة مكة بعد الحج سواء إلى بلده أو إلى غير بلده فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذيل هذا السؤال شيخ صالح بسؤال، يقول إذا كان علي دم وليس عندي مال فهل يجزئ الصيام؟ نعم، إذا لم تستطع ذبح الهدي عن الواجب الذي تركته فإنه يجب عليك صيام 10 أيام، صيام 10 أيام عن ترك المبيت بمزدلفة من غير عذر، وصيام 10 أيام أخرى عن ترك طواف الوداع. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمبيت في مزدلفة، أما وقد سقط عنه الواجب لكونه لم يستطع شيخ صالح كما قال في رسالته؟ نحن فصلنا. طيب. قلنا إذا كان عطال السيارة استمر، نعم نعم، ولم تتمكنوا من الذهاب إلى مزدلفة حتى طلع الفجر فأنتم معذورون، وحينئذ تسقط الفدية، وحينئذ ليس عليه فدية أصلا. طيب طيب. وأما إذا كانوا تمكنوا من الذهاب ولكنهم تكاسلوا، نعم، وبقوا في مكانهم فإن عليهم الفدية كما ذكر. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير الجزاء. من السودان رسالة بعث بها مستمع يقول عين ميم عين، له أكثر من قضية. في إحدى القضايا يقول في قريتنا وبعد كل صلاة جمعة يكون هناك مديح للرسول صلى الله عليه وسلم بشكل جماعي، فهل هذا مشروع؟ هذا ليس بمشروع، مديح النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة وبصوت جماعي هذا بدعة من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. المشروع بعد الصلوات ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد على حسب ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالدعاء والاستغفار وغير ذلك من أنواع الذكر. أما مديح النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، قد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا كان هذا المديح يشتمل على غلو وإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به من دون الله عز وجل وطلب الحوائج منه فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء معناه المبالغة في المديح، كما غلت النصارى في عيسى في مدح عيسى عليه السلام حتى
جعلوه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذين يغلون في نبينا صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه الحوائج بعد موته صلى الله عليه وسلم، هذا من جنس غلو النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يهدينا وإياكم وسائر المسلمين البصيرة في دينه. يا الله، لا شك أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته ومدحه صلى الله عليه وسلم بما فيه من الخصال الطيبة، لا شك أن هذا أمر طيب. طيب، ولكن لا يتخذ لهذا وقت معين أو مكان معين، وكذلك لا يدخله الغلو والإطراء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: المسجد بعيد عن منزلنا، وأنا والحمد لله أصلي كل الأوقات فيه، ولكن هذا يأخذ من زمني وجهدي للدراسة، مع أنني لا أطمئن للصلاة في البيت، فبماذا ترشدونني؟ نرشدك إلى الاستمرار في الصلاة مع الجماعة، وهذا مما يعينك على الدراسة إن شاء الله. إن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة تعين على المشاق من الدراسة وغيرها، فاصبر واحتسب، ولك الأجر في ذلك إن شاء الله. وخطواتك وإن بعدت عن المسجد فهي مكتوبة، مكتوبة لك عند الله سبحانه وتعالى، كل ما بعدت خطاك وكثرت كان ذلك أعظم لأجر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بدأت صيام الاثنين والخميس ووجدت فائدة عظيمة في هذا الصوم، ولكن أهلي لم يوافقوني في ذلك ومنعني والدي من صيام الاثنين والخميس، فما هو توجيهكم؟ لا شك أن في صيام الاثنين والخميس فوائد عظيمة، لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأما عن منع والدك فهذا فيه تفصيل، إذا كان منع والدك لك من صيام الاثنين والخميس ملاحظ فيه أنك تطيع أو تخدم والدك بأعمال يريدها منك والصيام يعوقك عن هذه الأعمال، فإن لا شك أن طاعة والدك وخدمة والدك تكون أفضل من صيام الاثنين والخميس. أما إذا كان صيامك للاثنين والخميس لا يؤثر على طاعة والدك وخدمته وعمل ما يريده منك، فلا تمتنع من صيام الاثنين والخميس، لأن والدك ليس في منعه لك غرض صحيح، ربما يكون يريد الإشفاق عليك، ربما أن والدك يريد الإشفاق عليك، ولكن ما دمت أنك تتحمل هذا الشيء وتطيقه فأنت تقنع والدك بذلك وتبين له فضل صيام الاثنين والخميس. والذي ينبغي للوالد أن يشجع ولده على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن يثبطه عنها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سبق وأن عرضنا جزءا من أسئلة اللهو في حلقة مضت، هو من السودان الشمالية ورمز إلى اسمه بالحروف ألف. يسأل في هذا اللقاء شيخ صالح ويقول: نشب بيننا خلاف شديد في موضوع سلام الرجال على النساء وضع اليد في اليد، ونسمع من الكثيرين أنه ليس فيه شيء، وربما تقول لك المرأة: أنا ما زي أمك، أنا ما زي خالتك، كيف يكون الخلاص من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا جدال في هذا الأمر. طيب، هذا الأمر واضح من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، بينما كان يبايع الرجال بالمصافحة، فدل على أن الرجل لا يصافح المرأة التي ليست من محارمه لما في ذلك من الفتنة، ولا ينبغي لأحد أن يجادل في هذا، لأن ما دامت السنة واضحة إنه يجب العمل بها وترك العوائد التي عليها الناس إذا كانت هذه العوائد تخالف الشريعة. مصافحة النساء لا تجوز للرجال إذا كانوا من غير محارمهن لما في ذلك من الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات من زميلي فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم.